السلام عليكم. وعليكم السلام. إننا في هذه الحصة سنتطرق إلى درس جديد في مكون الرحلات، والنص وذلك بتحليل النص. والنص يقول: الحمد لله العظيم إعلان صلى على نبيه للنقران، وبعد فالرحلة قربت في الدتات. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين كنت عاد تاني؟ عند كنت عند أمي. كيفاش عند أمك؟ سير جيب باك. أش جيب أستاذ؟ سير جيب ورقة الدخول. ورقة أمي؟ ورقة الدخول. أعيان. وسير جيب ورقة كيف ما ناقشي سير. طارق فيني سير ورقة الدخول واش سي دام سيدامي الإدارة باش سيدام المدير المواحد ولا الحراسة العامة يلا سير أجي انت غادير لنا واحد العرض حول التعليم في المغرب تعليم نعم كذلك التعليم زين التعليم يطول انا الا صافي واخر وهكذا تنتهي حصتنا إلى حصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الصباحة لله. إيش تخدم جاه؟ إيش لك الشعب تاني رشي؟ عرفتو. دابا قول لي شحال ورقات لك هاد السيمانة؟ 3500. لا تقول أبو جهة الحمر. ما في سكور لا هاشي ليك حل ما غاديش تعاود اعطيني ابتساعة ريحتو ريحتو كذب عليك الكذاب هاك خدامي ما شفتي والدي بجوج ولا من واحد جيبهم ثلاثة كاع ما كاوي السي راضي لا احرج عليا السي تاوي غير ما صافي سوح على غيولاش مولان تعال ترى عمرها جانسة سواتا وطبيخ يغراد لي وغير التيات الزلزل دون التسة دا ميريكا بس التسة سعاد ربي يدوى تلزي غيارة دانسو تدعى الشجي دا تخت كامل كان زران لا تخت الزي وعلى الكومة شي دي غايا كيرا شي يوكويا كيف تعود الطيس سودي؟ جامي خان والدك ما تقول لها صاحبة لي يرقز المعلم صاحب زعما تاكلي روح شايف لي تاكل اش من مال بابورات تهرش تصافي يا ربي تيمين وليا شلاي ديز دوما تبارج دا تفغاني خدمة درت الزاد ديري الشراط الحروف نعطينات مش تاكل شنو لنا المودي؟ ما يدعش لنا شنو تعال؟ إنا كاوي داش تفغار طان بابي كاو؟ يا هادي يا راني جيت نجمع صافي انت جاي شنو الطريق باش تنزل هادي نزل هذا اش تعاون كي الزور نمشي يلا اسا ها هو نمشي
زين شدني فيه. وحق الله إلا ندمت. ياه ما تجي دابا تجي كاع الفاج من الرملة. أيا الطويلة ما عندها الوالد. إلا هذا تقول هذا عقل شو. إلا شرب هو قناة الدنيا تسمية نزا. شوفوا شتا دوار من شادي سكريتش هنا ما ستي دابا. Ton père est fou d'argent, d'argent. Ça te voit là, dit que c'est un sport, 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 المجال وين؟ في تاكسي المحلية الصوفية ماشي اليوم ماشي انستغرام صافي وتعطوني التسعة شفتو صافي وانت جيتي عطيني الجبهة الطويلة جرافة نزلت ما عندنيش زين والآن في هذه الحصة سنتناول درس في اللغة العربية ألا وهو الإعراب. أي الإعراب؟ إنني أسمع جعجعة ولا أرى طحينة. Ouais, tu gagnes 1 euro. L'argent. Non, là, la peau. Ouais, j'en marque pour toi. الجملة تقول ضرب الأستاذ التلميذ في القيز لذلك سنعرف هذه الجملة من منكم يعرف لنا الكلمة الأولى ضرب زيد ضرب فعل خاطر جيد جدا استاذ زيد 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 فاعل حجار والا صحيح عرفتي انت غاتمشي بعيد ولكن غاترجع على جديد التلميذ من منكم يعرف التلميذ كسول نعم صحيح طالب كسول وفي القسم اذا القسم جار ومجرور والقسم مبني باليجر والسين صحيح وبهذا نكون قد وصلنا لا عفوا لذلك سننتقل الى النشيد عفوا الى القصيده الشعريه وبعنوان ارسم بابا رددوا معي عفوا فضلكم أرسم بابا أرسم بابا أرسم ماما أرسم بابا أرسم عمي أرسم عالمي فوق القمم فوق القمم أنا فنان أنا فنان ما تنساش هذه القصيدة دي ميت الوطني أين واجه أرسم بابا السلام عليكم سلام هلا بعبو ايه ايه باش طارق الدم هكا ما نرجع الناس لورا بو المحلية الصوتية هذا زي السير المجنة صافي ماشي مشكل وفينا هاي النمرات لاي كارت ديال النمرات الصبار والنمرات لاي كارتو كيس النمرات الصبار الوالدة توا تدرس صافي ماشي مشكل غندير فيها ديالي كاع ومشي تقداو حتى الشدة تخركاو نالي الطار عينا من نخري دابا هاك سير تحت بالقسم ديالي عرفتي الا جيتي مرة أخرى اه غنخلي ليك هالشهر نمشي لحالاتي إن شاء الله ربي يجي أنت مرة أخرى؟ آه لا لا إيش؟ إيوه هذا الطريق قد دخول يسمح للتلميذ
شيكو الدخول الى القسم. جبتي مع العرض ولا لا؟ ما انت العرض داك ديال التعليم. تعليم؟ اه تعليم تعليم اه اه تعليم. يلا نصف خلينا العرض. اه لا تكون فوقهم داك بيتني دا نجدان قلنا داك العرض لا تفصل وهز هز من الكردان. يلا اش هذا والعرض فين درتي؟ تعرف الميو وديال ديال سميت ديال التعليم. التعليم وين التعليم؟ وهاد الزربه التعليم. اش تعليمو؟ التعليم التعليم وعقلو ماشي اللي يديرو اش يدير الصبا واش اللي يدير. واش هذا الشهر؟ السلام عليكم. اسم سيدي ودي تعليم تعليم بغيتي شي هات ما درتي ليني ارفني تشفى ان تشكر سي سي جعجع تاع غيفان طاوريت بوي كذبانه تاع الناني كذبات خاطر غرطايا ارفني تشكر بنينا قمان من يدين كانت له قمان دا بس تاني تعليمه. التعليم هو علم يهتم بالتعليم والمتعلم والمعلم مما يستوجب إصلاح التعليم عندنا وعندكم. فالتعليم هو التعليم. وأخيرا تعلموا فإن التعليم ينمي العقول. والسلام. بس تخدمت من الغو صافي. شكرا على التلميذ تشيكو الذي قدم لنا هذا العرض المتألق في بموضوع التعليم. وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية الحصة. اسمحوا لكم وخرجوا وما تنساوا ذاك النشيد احفظوه. الشيء النشيد ما هذا في جهداني نغني دخل غماني اشكون ناخ عوج الوالدة لا ماشي زدت تدخل خولي وهاديك اللي قالوا خرجوا اش غاتسنى ارسم باب شوفوا هذه نفس الديار
يا هذا بسيط يا غادي يصير فرديج داينا غادي نكون جديد هو ما يسلمش ما يسلمش زعما انت حدود شحال شي ما يسلمش 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 الو 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 ماشي الو هو طالوت فيه غادي هو بس بابا ابي شي البال شي مدير غير لا بس هذا ما يسقس على خير غير ما يخطي تيكيرا ابي حلو تا ثلاثه مالو هكا سيولا 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 امزح هاي ميم مزيان امزح الو الو عليك بطل صوت يا شيخ الدايا انا طالوت في الو يا انا والو واي تدرى بيش شون في بالتو تملا لا انا نوري لي ديزري ما بنش ما تشاف اكرا جات جدايت شتيتي طافو بس لازات تيزي ما لي هو تهلا دات شبلا دندرى ما وصرني دي سادي بيه نزدو هاتي شي اوه تهدي تو نشكوش يا صاحب 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 هرج انا صاحب شيخ يلا انت تسلي كتيلة افوز يفوز المنجي كافوز افوز يفوز اشي بسخار بيه افوز يفوز كزور ميدا ايه كلام في المفوز كلامش عدا فوز سنقوم بتوجيه الجوائز لممثلي هذه المسرحية والذي سيقدم الجوائز أستاذ